تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياء، تحلو الحياة بنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وأضواء وأصداء، حلقتنا السابعة، حلقة مهمة كما عودناكم دائما. كل حلقات هذا البرنامج حلقات مهمة، كونوا معنا تستفيدوا بإذن الله من كل المعلومات ومن كل القضايا المهمة والشائكة التي نطرحها دائما في برنامجنا. قبل أن نبدأ في تفاصيل البرنامج، نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضيلتك معنا. أشرف، حفظك الله، بارك الله فيك، والحمد لله على سلامة حضرتك. سلم على حضرتك وبارك الله في قناة الخليجية والقائمين عليها والعاملين فيها. آمين يا رب العالمين. وأيضا نرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد. إزيك أستاذ أشرف؟ أهلا بك. مشاهدينا الكرام، الحلقة الماضية كنت تقدمتها مع زميلي الأستاذ محمد حمدي، وكان هناك اعتذار للشيخ محمد الزغبي، وكانت فرصة إن إحنا نستعرض بعض الرسائل الكثيرة جدا التي وردت إلينا عبر رسائل SMS أو عبر موقع الجروب الفيسبوك الخاص ببرنامج أضواء وأصداء. الحقيقة كانت رسائل مهمة وكانت فيها آراء كثيرة جدا، أعطتنا يعني بعض الانطباعات وبعض التوجهات الخاصة بالبرنامج في الفترة القادمة إن شاء الله. هناك كثير من القلق وكثير من يعني بعض الناس أو بعض المشاهدين القناة الخليجية يعني يساورهم بعض الشك في استمرار البرنامج في تناول مشكلات أو تناول ظاهرة المثير للفتنة زكريا بطرس، لكن احنا بنطمن الكل ان احنا هذا الموضوع هو احد الموضوعات الاساسية التي يقوم عليها برنامج اضواء واصداء، هو الرد على الافتراءات. ليس فقط زكريا بطرس هو الذي يفتري علينا بافتراءاته واكاذيبه، ولكن هناك الكثير الذي يفتري على الاسلام والمسلمين ونبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، كثير منهم يعني يقدمون دائما الاكاذيب والافتراءات والمؤامرات ضد الاسلام والمسلمين ونبي الاسلام. لذلك سنحاول في حلقة اليوم الربط ما بين افتراءات وأكاذيب زكريا بطرس، والربط ما بين افتراءات بعض العلمانيين أو المحسوبين على الدعوة الإسلامية في عالمنا المعاصر. الموضوع في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام يعني نخصص فيه جزءا كبيرا للرد على بعض الأكاذيب والافتراءات لجمال البنا. جمال البنا ظاهرة أخرى من الظواهر الغريبة جدا على مجتمعنا الإسلامي، استند عليها زكريا بطرس في كثير من أكاذيبه وافتراءاته على الإسلام، وكما يقول القائل في القول المشهور: اللهم اكفني شر أعدائي أما أصدقائي، اللهم اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. هذا هو محور حوارنا. شيخنا أهلا بحضرتك. إحنا الحقيقة يعني صدى البرنامج في الأسبوعين الأخيرين امتد وتوسع وتشعب، وأصبح هناك ردود كثيرة جدا من الصحف، سواء الصحف المصرية أو الصحف الأجنبية، منها ما ذكر في صحيفة المصر اليوم وأيضا اليوم السابع في أكثر من مقال، وبدأت تظهر بعض الآراء التي تنادي باتخاذ مواقف يعني للتوقف عن أكاذيب زكريا بطرس في مقابل أن يتوقف الزغبي عن ردوده على زكريا بطرس. رؤية حضرتك لهذا الأمر؟ الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإجحاف والظلم طبعا ما رأيت في هذه الحملة، يعني حملة مسعورة بحق، يعني قامت علينا كثير من الجهات. وأقول إن زكريا بطرس استمر 10 سنوات متصلة يطعن في القرآن ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في دين المسلمين، في الوقت الذي لم يتعرض فيه زكريا بطرس بحلقة واحدة لعباد الأصنام أو عباد الأوثان أو عباد الفروج أو حتى عباد البقر، لا يجرؤ على الإطلاق. لكن الخيبة في أمتنا هذه. المهم، لما تناول الإسلام على مدار 10 سنوات كان الكل يضحك ويقهقه ولم يتكلم أحد. ولما ظهرنا في 5 حلقات فقط قامت الدنيا ولم تقعد، حتى أن أكبر وفد عند القوم، يعني في النهاية بعد ما فشلت المكائد وطبعا الشكايات، قالوا خلاص احنا نبين من يريد اهدار الوطن ومن يريد فتنة طائفية ومن يريد كيت وكيت وكيت ممن لا يريد. ايه القضية يا جماعة؟ قالوا محمد الزغبي يسكت تماما.
مقابل ان احنا نضغط على زكريا بطرس يسكت. طب ليه ما كانش الكلام دي؟ طب ليه ما ضغطوش عليه من 10 سنوات قبل ما الزغبي يرد ولا غير الزغبي؟ اذا القضية قضية لعبة، احنا في ايديهم لعبة لا اكثر ولا اقل. بس انا بقول حاجة، هم قالوا ان الشيخ الزغبي لو استمر كذا يبقى بيدمر الوطن، بيعمل الوطن ويحصل في الوطن، فاحنا بنناشد العودة الى خطاب العقل وما شابه. انا بقولهم مش حاضر، صدقك وهو كذوب، ان كنتم على قدر هذه المسؤولية فانا من اللحظة هكف عن هذا الرجل الان، لكن بشرط ان يكف عن دين الاسلام فلا يلمح به. لكن لو بدأ بالتلميح بحرف واحد سأصب جام علمي، لا أقصد غير هذه الكلمة، سأصب جام علمي عليه وعلى أمثاله صبا دون مراعاة لأحد، دون مراعاة لأحد. وفي نقطة أستاذ أشرف، هو وأمثاله الحين على فكرة هي منظومة، منظومة ده خطيرة جدا. أنا كان نفسي الدعاء يكونوا فاهمين المخطط هذا. الوقت المجموعة التي تدعي أنها قرآنية في مصر الحين بتجيها معونة ثابتة 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 من الولايات المتحدة الأمريكية، في مركز معروف في مصر جدا جل همه أن يدمر في الإسلام وأن يفتت فيه، له معونة ثابتة بالدولار معروفة عند الكبير والصغير وبتأتي في الصحف. انتشر الأمر وصل إلى الشقيقة سوريا حتى ظهر منها من جاء ينكر السنة وكيت، وظهر على قناة دريم 2 وما شبه ذلك، وهم وعدوني بالمناظرة معه إلى آخر. بقت منظومة في كل الدول العربية مش كده وبس، بدأ الطرف الآخر يحتج بأقوال هؤلاء على أنهم إسلاميون. تمام. يقول لك المفكر الإسلامي فلان، عندكم المفكر الإسلامي فلان، وهؤلاء ليسوا من المسلمين في شيء، اللي بينكر السنة مطلقا أجمع العلماء على كفرهم، ده دول أجراء مرتزقة عملاء، مش كلهم طبعا مش كلهم، أنا عشان ما حد يقول خصاني أرفع قضية على الزغبي، دول اللي هم اللي بيطعنوا طبعا في السنة، اللي بيطعنوا في ديننا إلى آخره، دي كلها أمور ما دفعت الثمن. زي مثال، رجل أخذ نيشان وجيزة عالمية كبيرة جدا عشان عمل كتاب يسميه النسخ المنسوخ، عمل كتاب يقصد أن يقول فيه أن القرآن ليس من عند الله بل هو من عند محمد، أم القوم دول نقلنه في الموقع مباشرة عندهم، قاله أكبر كاتب إسلامي بيقول أن القرآن ده مش من عند الله، أكبر كاتب هذا، ده بيشرب مخدرات، ده بيشرب جوز، بيشرب دمود من قدام الناس كلها. احنا فاكرين كلنا يعني كم الحماية والدفاع اللي اتعمل على سلمان رشدي لما كتب برضه. خلصت المسألة يا أستاذ أشرف، إن في أموال من دول وهيئات ومؤسسات واقفة بقوة يا أستاذ أشرف. أنا بروح يوميا جايبين لك دول من القديانين تناظرهم عشان ربنا يهديهم يا شيخ محمد، إخوة من عندنا، ناس من أبنائنا، من أبناء من خريج الجامعات، دول يا شيخ محمد بقوا بهائيين تعال نظرهم، دول روافد شيعة يا شيخ محمد تعال نظرهم. أنا ما عنديش عارفين البلد قاعدة تتملأ بهذه الأكوان اللي بتدمر في الإسلام مدفوعة الثمن، مدفوعة الثمن. وإحنا للأسف للأسف أنا بقول يجب أن يكون العلماء والدعاء على قدر مسؤولين دون خوف من أحد إلا من الله. أستاذ محمد، يعني المطالعات اللي أشرت إليها في مقدمتي في مطالعة المصر اليوم ومطالعة أيضا جريدة اليوم السابع، كيف يعني تناولت هذه المتابعات الصحفية أو كيف رأيتها من وجهة نظرك أحد المشاركين في هذا البرنامج؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أنا سعيد جدا بالشيخ محمد الزغبي رجع تاني الحمد لله، الحمد لله على سلامة الشيخ وجزاك الله عنا كل خير، وانا بحمل رساله من كل الاخوه اسال الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحميك يا شيخ، الله يبارك في جميع المسلمين اللهم والمسلمات اللهم. ورساله ثانيه للقناه الخليجيه، استاذ اشرف في جروب كده على الفيسبوك طلع نطلب من قناه الخليجيه عدم وقف البرنامج، وحضرتك اضحت او وضحت في الاول ان البرنامج الحمد لله مش هيوقف، البرنامج ثابت وقلنا في كلام بيتقال عليه. هو احنا بس حضرتك يا استاذ محمد لو تتذكر شيخنا والمشاهدين اللي تابعنا من اول حلقه، احنا يعني ذكرنا في الحلقه الاولى ان البرنامج له قضايا كثيره جدا وليست قضية واحدة. بالظبط، هو الفكرة لما حسوا ان كلام على زكريا بطرس كتب وبدأت زي ما قال الشيخ محمد بعض الجهات تدخل، وقفوا الشيخ الزغبي وطلعت احنا عندنا ردوا على ابونا الزغبي وغيروهم من المشاكل اللي حصلت، بس الحمد لله اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في قناة الخليجية والعاملين عليها. الفكرة بقى تناول الصحف، احنا لما انتهينا من الحلقة اللي فاتت الحمد لله مصر اليوم نشرت خبر عن الحلقة اللي تعقب فيها الشيخ خالد الجندي في قناة الزاوية على موضوع زكريا بطرس وظاهرة زكريا بطرس وكيف ان زي زكريا بطرس يقف قدام الشيخ محمد الزغبي واللي جابك جنب القطر، والحمد لله تناولنا. فجينا بجريدة اليوم السابع بكاتب يدعي او تحت اسم الكاتب كريم عبد السلام يكتب مقالتين، مقال الأونية عن الشيخ الزغبي